أولا وجود STC كمشغل وطني جدا مهم في هذا المعرض. طبعا زي ما أنت شايف كثير من التقنيات هذه تعتمد في أساسها على بنية تحتية قوية، وتحديدا بنية اتصال قوية. وجودنا هنا كمشغل وطني تحديدا نأكد أن حلولنا وشبكاتنا تقدم حلول آمنة، أوكي، بطريقة اتصال آمنة ومطابقة لمواصفات المعايير للتطبيقات العسكرية. فاليوم قاعدين نستعرض حلول أمن سبراني، حلول حوسبة سحابية، حلول اتصال سلكي، حلول اتصال فضائي، كلها محكومة بنظام أمني ومعلوماتي جدا قوي بإذن الله. شوف طبيعي احنا نطمح انه بإذن الله نوصل لمرحلة انه نطور هذه المنتجات تكون سعودية 100%، لكن المرحلة هذه تحتاج الى مرحلة بناء خبرات وتوطين. التوطين جزء كثير مهم، وهذه استراتيجيتنا اليوم. الحمد لله في يعني امس واليوم وفي اليومين القادمة هذه ان شاء الله حنعلن شراكات مع شركات عالمية في المجال هذه متخصصة في مجالها، سواء C4I القيادة والسيطرة، سواء في الامن السبراني وغيرها من المجالات هذه. الهدف منها هو الآن توطين التقنيات والخبرات هذه بحيث أنه نطلع بمنتج سعودي ويخدم قطاعاتنا العسكرية بإذن الله.